مره اخري اهلا بكم الي التفاصيل حيث تصدت الاجهزه الامنيه اليوم لمحاولات عناصر التنظيم الارهابى لاثاره الشغب والعنف بعد ان انفجرت عبوه بدائيه الصنع بمحطه سكه حديد مصر اليوم فيما تم تفكيك عبوه اخرى كانت معده للانفجار وقال اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخليه لشرطه النقل والمواصلات في تصريحات خاصه للحياه الان ان الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات او خسائر في الارواح مضيفا ان خبراء المفرقعات انتقلوا الى مكان الحادث وقامت الاجهزه الامنيه بتمشيط المنطقه هذا واشعلت مجموعه من عناصر تنظيم الاخوان النيران في ثلاث اتوبيسات نقل عام تابعه لشرق الدلتا بمحافظه الشرقيه صباح اليوم وتوجهت قوات الحمايه المدنيه على الفور لمكان الحادث لاخماد النيران ولم يسفر الحادث عن اي اصابات او خسائر بشريه وتم اختار النيابه المختصه التي امرت بتشكيل لجنه لحصر التلفيات ومعاينه مكان الحريق وطلبت النيابه تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق كما وقع انفجار بمحيط جامعة حلوان اليوم اسفر عن اصابة ثلاثة ضباط شرطة ومجندين وكان ارهابيون قد القوا عبوة بداية الصنع على كمين امني بالقرب من جامعة حلوان واكد مصدر مسؤول بالامن الاداري في جامعة حلوان انه لا توجد اي حالات اصابة بين الطلاب مشيرا الى ان الامن الاداري بالجامعة رفع حالة الطوارئ القصوى داخل الحرم الجامعي وعلى الابواب الرئيسية وذلك حفاظا على امن وسلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين والى بيان المتحدث العسكري حيث قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري انه استمرارا لجهود القوات المسلحه في معاونه اجهزه وزاره الداخليه لمجابهه الاعمال الارهابيه والاجراميه في سيناء وعلى كافه الاتجاهات الاستراتيجيه تمكنت القوات المسلحه خلال الاربعه ايام الماضيه من تصفيه تكفيريين وضبط 61 عنصر اجرامي في حملات امنيه باربعه محافظات. والى انباء الامن العام حيث نجحت الاجهزه الامنيه بمديريات امن المحافظه المحافظات في ضبط 24 عنصرا ينتمون لتنظيم الاخوان بتهم التحريض على العنف والاشتراك في عمليات حرق المنشات الشرطيه حيث تمكنت مديريه امن المنيا من ضبط 18 عنصرا كما تمكنت مديريه امن دمياط ايضا من ضبط سته عناصر.